إنه الموعد. طائرة أبطال القارة السمراء وصلت أخيراً وحطت بمطار ليوبولد سيدار سينغور. جحافل الجماهير سارعت إلى استقبال الأبطال عقب الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في التاريخ. بفضلكم عدنا بهذا التاج إلى السنغال، هو لكم ولرئيس البلاد ماكي سال. السنغاليون تدفقوا إلى شوارع دكار وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء. السلطات العليا للبلاد أعلنت يوم الاثنين عطلة وطنية رسمية اعترافا بهذا الإنجاز التاريخي والفريد. بعض الشباب لم يترددوا في تسلق الأشجار أو حتى اللوحات الإعلانية من أجل رؤية بطلهم ساديو ماني أفضل لاعب في العرس الإفريقي. هذا التتويج كان له طعم خاص، وأخيراً نجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة في العودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 و14 مشاركة قارية على مدى 55 عاماً.